نحن اليوم في مؤتمر جامع لعدة مؤسسات، هو المؤتمر الرابع للمركز الوطني للنظم الصحية، اللي هو هذا جسم ينظم كثير من الخدمات الصحية. كما تعلمون نحن في قطاع الصحة، قطاع الصحة يعني كثير من التشوهات التراكمية متراكمة من عدة سنوات، فلتنظيم خدمات الصحية لابد من إيجاد هذا المركز. أنشئ هذا المركز من خلال تجارب عالمية، وكذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي، وصدر قرار إنشائها من مجلس رئاسي اليوم هذا المؤتمر الرابع. نحن نتدارس كيفية خلق آليات تناغم بين الأجسام والمؤسسات التي أنشأت، مثلا مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك اللي هو عمادات الطب، وأيضا مجلس التخصصات الطبية والمجلس الأعلى للصحة. هذه المؤسسات كلها تتبع وزارة الصحة، تعمل في إطار وزارة الصحة، لكن لعدم وجود خبرة سابقة وتعتبر مؤسسات جديدة لعملها تنطلق بطريقة سلسة تعمل لتسهيل تقديم خدمات للمواطن، لابد من وجود هذه المؤتمرات، وأيضا كذلك ترسيخ وتوعية المواطن وكذلك الأطباء والفنيين العاملين في قطاع الصحة. هذا الهدف الأساسي. اليوم نحن في ضيافة المجلس النواب في قاعة طرابلس في ركسس، لكن اللجنة المشرفة اللي هي لجنة الصحة في مجلس النواب الليبي، اللي هو اللجنة متخصصة في معالجة الجوانب التشريعية في كيفية تنظيم الخدمات الصحية. اللي كان التقينا بالأجسام التشريعية وأيضا مع الأجسام الخدمية اللي هي منبثقة من مجلس الرئاسي من الحكومة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والوزارة الأخرى. وزارة العمل نحن اعتمدنا ملكات هذه المؤسسات بناء على قرار إنشاء من مجلس الرئاسي، أيضا بناء على وجود هيكلية معتمدة لهذه المؤسسات، وأيضا وجود تنظيم داخلي لهذه المؤسسات. تم اعتماد كافة الملكات لهذه المؤسسات من حيث الكوادر الفنية والكوادر الطبية لتنطلق وتعمل. المؤتمر نتمنى أن نصل إلى توصيات فعلا عملية وواقعية ومتاحة لتنظيم آلية العمل وتطوير تقديم الخدمات الصحية للمواطن.